النقطة بالتحديد وفكرة حقيقة العلاقة أو مجموعة المصالح التي تجمع الإمارات وأمريكا في السودان بالتحديد. ولكن قبل ذلك أشير إلى ما أشارت إليه الصحيفة، فكرة اللعبة القاتلة المزدوجة، هي من ناحية تدعم الميليشيا ومن ناحية أخرى تقدم نفسها كبطل للسلام من خلال تقديم مساعدات عبر الهلال الأحمر. هذه المساعدات التي تقدمها أو تعلن عنها الإمارات، كيف يتلقفها الشعب السوداني وكيف يتلقف هذا الأسلوب وهذا التصرف؟ يعني الشعب السوداني يعلم من هو عدوه الأول، ويعلم من الذي يدعم هذا العدو، ويعلم يعني التلون الذي تتعامل به الحكومة الإماراتية مع الشعب السوداني في المواقف. هي تدعي أنها تدعم السودانيين، تقدم ملايين الدولارات لإعانة السودانيين، تنشئ مستشفيات في مناطق حدودية في تشاد، ولكن الواقع يكذب هذا الأمر. في الأيام القليلة الماضية كانت هنالك محاولة من الحكومة التشادية أن تلتقي مسؤولة إماراتية رفيعة المستوى بمواطنين سودانيين لاجئين في تشاد، في محاولة لخلق هالة إعلامية جديدة أيضا للدور الإماراتي الإنساني. لكن عندما التقت هذه المسؤولة بالسودانيين واجهوها بالأسئلة، سألوها: لماذا تقتلوننا؟ لماذا تستمرون في دعم ميليشيا الدعم السريع؟ لماذا تقدمون لها السلاح؟ لذلك هذا الأمر للشعب السوداني الآن هو واضح وجلي. نعم سيد أحمد، إذن السؤال الآن، ما هي المصالح المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في السودان؟ يعني ظللنا دائما نسمع الحديث عن أن السودان سلة غذاء العالم، عن أن الموارد الموجودة في السودان هي موارد استراتيجية، لذلك هو واحدة من الدول الاستراتيجية. يعني لديها موارد ناضبة، لديها موارد مستدامة، لدينا موارد متجددة في السودان. الإمارات تريد أن تشكل مستقبل السودان السياسي، تريد أن تتحكم في السودان من بوابة من يحكم السودان، تريد أن تقدم مجموعة ليحكم السودان حتى يعني يسهل لها الموارد. الإمارات لديها مشكلة كبيرة، يعني وهذه المشكلة حاولت أن تحلها بحربها في اليمن، وحاولت أن تحلها الآن بحربها في السودان والتدخلات في أفريقيا من وقت إلى آخر. الموقع الجغرافي للإمارات العربية المتحدة موقع يعني غير مساعد لهذه الدولة، لذلك هي كانت تطمع في الأساس في السواحل السودانية على البحر الأحمر، سواحل السودان في هذه المنطقة الملتهبة، والجميع يعلم الآن الحرب يعني على 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 سواحل البحر الأحمر. أيضا الموارد الموجودة في السودان، أتحدث عن الذهب الذي هو أصلا يهرب إلى الإمارات، يعني حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب نتحدث عن أراضي زراعية كبيرة جدا وشاسعة. هي تريد أن تسيطر على هذه الموارد، لكن تسيطر عليها ليس من باب الشراكات الاستراتيجية ولا من باب الاستثمارات، وإنما من باب أن تأتي مجموعة لتحكم السودان لتوفر لها هذه الموارد. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وهنالك تحدثنا سابقا أن هنالك فكرة صهيونية قديمة لتقسيم السودان، والولايات المتحدة الأمريكية معلومة أنها يعني ابنها المدلل هو إسرائيل وبني صهيون. لذلك هنالك بنك من المصالح في السودان، بنك من المصالح في تقسيم أرض السودان، في تهجير الشعب السوداني والإتيان بآخرين يكون طوعا لهؤلاء الدول. موارد السودان التي لم يستفيد منها السودانيون بالمناسبة منذ استقلال السودان حتى يومنا هذا، دائما هنالك دول تدعي أنها تريد أن تكون لديها مصالح مشتركة مع السودان لكن تستغل هذه الموارد. السودانيون لم يستفيدوا منها بشكل كبير عندما اكتشف السودان البترول في علاقاته أيضا مع دولة الصين، ودخل البترول في الموازنة، وفي ذلك الوقت كانت هنالك عقوبات على السودان لكنها لم تؤثر باعتبار السودان كان لديه موارد. دخلت الأيادي الغربية، وفي نهاية الأمر أدى هذا الأمر إلى انفصال جنوب السودان ليصبح دولة لوحدها، ليكون أكثر من 80% من النفط السوداني هو من نصيب دولة جنوب السودان. هذه كانت محاولة أولى ونجحت. لذلك الآن هم يجتهدون لتقسيم السودان، لتقسيم موارده، لإنشاء رقعة جغرافية جديدة في أفريقيا حتى يقتسموها. ونتحدث أيضا عن فرنسا التي الآن هي ليس لديها مكان في أفريقيا سوى تشاد، لذلك فرنسا تحاول جاهدة على الأقل
إن لم تستطع أن تنفذ يعني هذا المخطط بتقسيم السودان وب يعني إسقاط حكومته وإسقاط جيشه، على الأقل تفصل دارفور لتصبح جزءا من تشاد. ومعلوم أيضا الموارد الطبيعية الموجودة في دارفور، أتحدث عن يعني الحياة البرية، نتحدث عن الماشية، نتحدث عن الأراضي الصالحة للزراعة، نتحدث عن اليورانيوم. وهذه هي الحرب القادمة، الحرب النووية القادمة. العالم لديه مشاكل كبيرة في المياه، السودان عبارة عن مخزون من المياه، يعني مياه جوفية بملايين الأمتار، ومياه الأمطار ومياه الأنهار التي تجري في السودان. كل هذه الموارد تجعل من السودان مطمع لهذه الدول.